جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم من طريق أبي هريرة: إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين. ما المقصود بفتحت أبواب الجنة وكذلك غلقت أبواب النار؟ طبعا هنالك اتجاهان لأهل التفسير نعم وشراح الحديث وللعلماء بشكل عام في المراد بفتحت أبواب الجنان وغلقت أبواب النيران. نعم فمن أهل العلم من يحملها على حقيقتها ويقول بأن هنالك فتح حقيقي لأبواب الجنان، وهذا بناء على أن جنة الخلد هي موجودة الآن وكذلك النار والعياذ بالله. ومن أهل العلم من يقول بأن فتح أبواب الجنة هو كناية عن فتح أبواب الخير الموصلة إلى الجنة، وغلق أبواب النار هو كناية أيضا عن غلق أبواب الشر وأسباب المعصية التي توصل صاحبها إلى النار. ويعني المسألة محتملة، ولذلك الإنسان يفهم المعنى العام للحديث وأنه فيه حث على فعل الخير والمسارعة إلى أعمال الطاعات والامتناع عن الأسباب الموصلة إلى النار، وأن شهر رمضان هو شهر بركات ورحمات ومغفرة وستر وتجاوز من الله عز وجل عن عباده.